أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشفت الإدارة المحلية في قضاء الفاو في محافظة البصرة عن وجود فوارق كبيرة بين الأجور التي تمنحها شركة دايو الكورية للعاملين الأجانب والعراقيين فيها. وذكر قائم مقام الفاو وليد الشريفي أن الأجور التي تمنحها شركة دايو الكورية صاحبة العمل بميناء الفاو الكبير للعمال العراقيين لا تتناسب مع الأجور التي تمنحها للعمال الأجانب لديها، مؤكدا أن هناك فوارق كبيرة في الأجور الممنوحة للطرفين. وأكد الشريفي أن عدد العاملين في شركة دايو من العراقيين يبلغ 800 عامل عراقي، وفي حال عدم رفع أجورهم فإن الشركة الكورية قد تواجه خطر إقامة 800 دعوى قضائية استنادا لقانون العمل النافذ في محكمة العمل في البصرة. أعلن قائم مقام القائم أحمد المحلاوي انخفاض معدل التبادل اليومي عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. وقال المحلاوي إن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي دخلت إلى العراق عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار بلغت نحو 25 شاحنة، في مؤشر على انخفاض كبير في مستوى التبادل. وأضاف أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار شهد حركة تجارية غير مسبوقة في الفترة الماضية، تمثلت بدخول مختلف البضائع ورغبة التجار في كلا البلدين من نقل بضائعهم، إلا أن تلك الحركة تراجعت بشكل كبير نتيجة الإجراءات الصحية التي تتخذها الحكومة السورية. وسعت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي ترمي بظلالها اليوم على السوريين الهوة الطبقية بين فئات المجتمع السوري. وبحسب مراقبين فإن أكبر أسباب اتساع الفوارق بين الأغنياء والطبقتين المتوسطة والفقيرة يرجع إلى تفاقم الفساد الذي ينعشه نظام بشار الأسد. وعلى الرغم من أن الطبقة الوسطى كانت الشريحة الكبرى قبل اندلاع الثورة السورية، لكن هذا لم يكن يخفي حينها وجود سوريين يعيشون في فقر مدقع وآخرين يملكون ثروات طائلة. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن نحو 85% من السوريين باتوا تحت خط الفقر وغير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية. كذلك يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 9 ملايين سوري داخل البلاد بحاجة لمساعدات غذائية. قال وزير التجارة التركي محمد موش إن عجز التجارة في تركيا تقلص بنسبة 31.9% على أساس سنوي في نيسان إلى 3.1 مليارات دولار وفقا لنظام التجارة العام. وأضاف الوزير التركي أن الصادرات ارتفعت 109% في نيسان إلى 18.8 مليار دولار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، عندما تباطأت التجارة مع أكبر شركاء أنقرة التجاريين بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. وزادت الواردات 61.4% على أساس سنوي إلى 21.9 مليار دولار. وأكد موش أيضاً أن العجز التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من العام تباطأت من 19.5% إلى 14.2 مليار دولار. حافظ النفط على مكاسبه مع تفاؤل بأن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز الطلب. ونزل سعر الخام الأمريكي لتسليم حزيران بشكل طفيف عند 64.46 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، في حين تراجع سعر نفط برنت لشهر تموز بمقدار 3 سنتات إلى 67.53 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. كما ستشجع قوة السوق حتى الآن في آيار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائهم، بينما يستعيدون بعض البراميل التي خفضوها في وقت سابق. ختام الموجز، إلى اللقاء.